فضيلة الشيخ عطية، من هن النساء اللاتي يحرمن على المسلم من الرضاع، وما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما كان في الحولين قبل اعتصام الرضيع على الرأي المختار، وإذا كان يحرم حتى لو كان الرضيع كبيرا حاجة خاصة قديمة لا يقاس عليها. وعدد الرضعات المحرمة مختلف فيه، والمختار للفتوى والحكم في مصر ورأي الشافعي أن يكون 5 مرات معلومات، وعند الشك في العدد لا يثبت التحريم، ولا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات، والأدلة على ذلك كثيرة. النساء اللاتي يحرم الرضاع زواجهن جاء فيهن قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وآتكم من الرضاعة. وفي الصحيحين حديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابنة عمه حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من النسب جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فمن رضع من امرأة فهو كولدها الذي ولدته تماما، في حرمتها عليه كأمه التي ولدت، وزوجها كوالده، ويطبق هذا على من تفرع منهما أو اتصل بهما. ومظاهر التحريم بالرضاع: عدم الزواج، وحل النظر، والخلوة، والمسافرة. ولا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل جهة، فلا يتوارثان، ولا تجب على واحد منهما نفقة الآخر. أما الرضيع فلا يتعدى التحريم إلى غيره ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه في النسب أن يتزوج المرضعة أو من يتصل بها من فروع وأصول كبناتها وجداتها وعماتها وخالاتها. هذه صورة مبسطة عن الرضاع، والله أعلم.